منين للشعب الفلسطيني الانتصار بإذن الله، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله معه، والشعب السوداني إن شاء الله مع فلسطين واقفين مع فلسطين، كامل التضامن مع الشعب الفلسطيني. إن شاء الله ربنا ينصركم ويقويكم في قضيتكم، وأمنياتنا لكم يا رب. أنا بقول للشعب الفلسطيني مبروك لكم، علمتم العالم معنى الصمود ومعنى الوقوف في وجه الظالم مهما تكون قوته، بقوة إيمانكم ويقينكم، بقوة إيمانكم بالله جل وعلا، وبقوة إيمانكم بقضيتكم العادلة. وصيتي للشعب الفلسطيني وللأمة الإسلامية عامة إنهم يقفوا خلف كلمة الحق، وإنهم يناصروا أخواننا في غزة وأخواننا في فلسطين، ونظر ربنا إنه يرفع البلاء ويعم الخير لكافة ربوع الوطن العربي. يعني رسالة ممكن أوجهها لأخواننا في فلسطين، ويمكن تكون رسالة عامة لكل الدول أو كل الحكام والدول العربية والإسلامية. نحن حقيقة يعني تربطنا مع الفلسطينيين، أخواننا الفلسطينيين، الإسلام والعروبة، يعني الحاجتين ديل يعني من أهم الحياة الرابطة، وزايد على كده أولى القبلتين يعني الغص يعني فالمسجد الأقصى يعني. فنحن من جانب إن شاء الله نتمنى لكل أخواننا الفلسطينيين، والله يعني ربنا يوفقهم وينصرهم على العدو والبغي. ضروري المجتمع الدولي يتحرك فيها، وضروري الدول العربية تتحرك، ويعني المفروض يعني النزوح والتهجير والموت للأطفال يعني شيء غير مقبول تماما. أقدم رسالتي لأخواننا الفلسطينيين، إن شاء ربنا يثبت أقدامهم ويسدد رميهم وينصرهم على القوم الكافرين، رغم تكالب العوالم عليهم. إن شاء الله نحن ندعو لهم بالدعوات. والله لو شعبنا السوداني، الشعب السوداني لو كان هو في يعني على يعني لو ما البلاء والمشاكل الحاصلة عليه، والله كان في دمنا بروحنا وبيدمنا.